السلام عليكم. اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع روكيت ليج اخيرا. قاطع 3 أسابيع يعني لعب فين النت لعب. والله العظيم ما اقدر اصور ولا اقدر اسوي شيء. يا يعني يصير في لاج وذا يخرب المقطع. يعني كنسلت فكره المقطع وكنسلت فكره المقاطع وسحبت على القناه. كل اختصار قبل كل شيء شكرا للشخص هذا. يعني بعد ما شكرت شخص دعم في المقطع اللي قبله من روكيت ليج الحين جاء شخص ثاني على المقطع الاخير اللي قبل 3 أسابيع ودعم. دعم بشكرا. الله يسعدكم اللي قاعد تدعمون سواء بشكرا سواء باللايك سواء بالاشتراك. كنت مسوي تحدي في المقطع اللي راح ان اوصل 1000 مشترك على المقطع بس لكن للاسف ما سويناه. يعني فان شاء الله نقدر نسويها هالمره. اللي ما اشترك يشترك فعل زر التنبيهات وباذن الله نقدر نسوي تحدي 1000 مشترك اذا سويناه باذن الله يكون في جيف واي لكم سواء على انستغرام سواء على اليوتيوب اي مكان. خلونا ندخل اللعبه ونشوف. برونز دايموند سيلفر جولد ما في ايتم شوب. هذه السياره جديده اسمها ايس. خشوش في اشياء نايس اوكي بريمو اتوقع وبرايمو او شعار بيج جيمز. نبغى سيارات نبغى كفرات نبغى شيء كويس. والله هذا افضل من ذا. هاي شكل النخل كذا جامد مع الشمس والحركات كريمسون بس كذا. شوف الخانات صارت صغيره كذا ادخل 2v2. طبعا للاسف اللعبه شالت تريد تماما فما تقدر تسوي تريد ابدا في اللعبه. ودعوا سالفه التريد. مع السلامه. مع السلامه للتريد. والله مع السلامه. اللي كان عندي باكيجات ما ادري تبون انزل مقطع عنها ولا لا. اللي هي الباكيجات هذه حوالي ما ادري توصل 80 باكيج. تبون انزل عنها مقطع اكتبوا لي تحت في الكومنتات يكون المقطع الجاي عن الباكيجات هذه. ما انه خلاص يعني ما اقدر اسوي فيها تريد ولا اقدر اسوي فيها تحديات مع اي احد من اليوتيوبرز. رزقي 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 والله العظيم قهر. باكيجات حظ اليوتيوبرز كنت ناوي اصورها مع كم شخص لكن المهم كايزن عندهم حاليا تبون كيبوردات تبون ماوس بادات قريبا في قطع كمبيوتر في اشياء مره كثير. والله توني اتكلم اقسم بالله. والله صدم صح روح والله العظيم بالمخ. لا تكفى لا 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 اوكي ما شاء الله الكريم. ما شاء الله الكريم. تقول لي ليش ما تصور؟ اقسم بالله العظيم عذبني النت. والله خلص البوست على اخر شيء خفت انه يجي بعيد. ايش صار؟ انا ما ادري شلون صدمني اصلا. هدف عرضه يقطع بليس الحظ. اوكي اتوقع خوينا يمديه. يوه بلوز ون والله. اوبا اوبا البلوك هدفك يا ساتر. وش ذا؟ اوكي ما معي بوست كفي ما 40 يعني بس الو الو كلام على خويه. اوكي عموما رابط كايزن تحت في الوصف يعني ادخلوا وشوفوا الاشياء الجديده اللي حاطينها شراء تفاعل واشياء زي كذا اللي يحب موجود هناك. اوكي هدف يا عيني يا خوي تفهم سحبوا بس كنت اشوف مشكله البنك. وش السالفه؟ يعني من الاول دن الحمد لله بسم الله. وش صاير؟ نفس بدايته قبل شوي بعدين يصير معرقين. ها خوي الله مو بلمي خوينا. ارجوك يعني تخلي بس اصور مقطع بعدين اخرب زي ما تبغى يعني. ضيعوها ضيعوها يا ساتر. تفهم يا خوي اديله اديله يا ساتر. كلوز كلوز ون. اوكي ما عليه ما عليه ما عليه تصير يا خوي تصير عليه خوي ما عليه. هدف هدف كله هدف. اي جت ات اي جت يعني اقول اي جت اقول اي جت يلا ما عليه شوت. لا 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 هذه على المرمى على المرمى. وش 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 يعني ترجوك بس شوي بس شوي ارجوك والله مقطع بس. لا اله الا الله يا عيني. الله ولك الحمد جل ادم اللهم لك الحمد. والله ابغى يجرب الا شوي الحمد لله. اوكي اوكي ناخذ البوست حقه. رح 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 اقسم بالله النت صفقي تصفيق. اتفايت في الكومب واتفايت مع النت. الو كراشن باللعبه اصبروا والله كراشني. ايش صار؟ ايش صار؟ من قوه سيف يعني؟ نايس شوت.
والله ما ادري ايش صار. تيجي البليد يا ساتر يا الله. خلينا نغير السياره، خلينا نغير، روح لوكتين الجلاده. والله يا الصفحه هذه تحس انها في شيء غلط، ما ادري ايش الشكل، كنا 3D. ها يقول انسحبوا اف اف يعني فرفت. اوكي روح ديلو اديله جريت باس. والله ما معبوس يا اخوي الا كان على طول يعني حركات بركات. ودايما بشره بالخير بالكتين ارجوك. لا 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 والله حسيت انه بيصير في عيد. اوكي مرتد حلو حلو تكفى والله حلوه يا اخوي. ما ادري ايش صار بس ان شاء الله انه يعني اوكي. يا ساتر يا ساتر شو ايش قاعد يصير يا رجل؟ وش قاعد يصير؟ والله خويه يفيك له وهذا شوف شوف ما ادري شلون صمل يعني ما ادري شلون اتوقع ان خويه بيفيك ذي. والله انه ما يفوز والله تكفى والله على بلشت على المره يا اخي استمتك يا لعبه تكرشيني يوديني سطح المكتب ما ادري ايش المشكله الغريبه ذي. والله العظيم تقهر. حلوه اوكي. لا خوي لا تجيب ليد هدف. لا والله مو بهدف تكفى يا ساتر. ها اوكي اصلا برا الكوره برا. والله اني داري عن حظي. اي نو شوت لازم ضغط. والله فرق واحد يا اخي باقي 17 ثانيه بس. لا يا خوي لا والله ما له داعي الطقة ذي خلها لي يا اخي. الجيم الثاني بلوكتين والاخير في المقطع عاد لازم نفوز يعني اثنين فوز خسارتين ما تصلح كذا ما يصلح. والله يطيرون قبل شوي ما اعرف اسوي فليب. طيراني كم سيده بس اوكي. لا 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 يجيب هدف كذا والله حرام. طيران كان سيده كويس بس ايريال كان تعباء. ايريال الاير رول ايريال هذا وش هذا منظف ذا وقف. هذا التكسيك هذا اللي اكره شيء عندي اخر بس ليه نترو. لا اعرف شو الحل خلاص والله خلاص. تكفى 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 ايش فيه ايش فيه وقف هذا والله يخرب الجيم الاخير هذا. الله يهديك اللي وقفت الله يهديك. نعطي جيم اخير على الشكة يعني الله يستر. صدها مع انها كانت برا يعني اوكي. فيك ليش فيكينج ما اخذ البوست اوكي. لا اله الا الله امشي بس فيك هدف يا ساتر ديك. لا اله الا الله شو لك حلوه ليته سريع قسم بالله ليته سريع. والله باصدمه قسم بالله باصدمه بس ما ادري ايش صار في الله ياخذ بليس النت شيء. اوكي لمسه ثانيه لا تجيب لي تكفى بس. اوكي يمين طيب العبها طيب مو بتوقف. الله ياخذ بيسك. ليش كل شوي يصير كذا يا اخي؟ ما شاء الله الكريم. حلو يا اخوي والله تفهم بس الحظ ما شاء الله تبارك لنا. تكفى تكفى والله ما شفت هالمرمى قهر. تكفى يا شيخي نايس شوت. نلعب بالعقل مسوي تلعب علينا في الجدار تلعب عليك في الارض. لا يا خوي تكفى والله توقعت بشوت على طول. اوكي والله جافها امشي مديك يا خوي والله مديك.
ليه؟ ايوه تكفى تكفى تكفى. يا ساتر يا ساتر. لازم نجيب الفوز لازم. رب الكعبة يا اخي كني طقيتها ما ادري شلون. شوت. لا شوفكم على خير. سلام.